طيب تعالى نبتدي بالماتش اللي جاي اللي الناس كلها مش شايفه غيره حاليا، ومش شايفه غير ان احنا لازم نحقق من خلاله الفوز من منطلق ان دي ضربه قدر، واخد بالك؟ القدر قال قوله وخلى عندنا مساحه تانية لتصحيح المسار انجاز التعبير. فتوقعاتك ايه في الماتش اللي جاي ان شاء الله بين الاهلي والهلال السوداني؟ هي مش توقعات، هي امنيات بالطبع، ان احنا نفوز فوز عريض من خلاله يستطيع الاهلي التاهل للمرحله القادمه. يعني طبعا منافس مش سهل، عنده كامل الحظوظ زيه زي الاهلي. هي المباراه على الورق 50-50، اللي يستطيع الفوز هو اللي هيتاهل. وطبعا نتمنى ان يكون التاهل من نصيب النادي الاهلي، يعني بشكل بالظبط. في ملابسات حصلت ومناوشات بتبقى مطلوبه احيانا علشان تدي المباراه طعم واثاره، ولكن يعني انا عندي تحفظات على بعض الامور اللي بدات تصدر من جانب الجمهور. ومين ما عندوش يا استاذ؟ ومين ما عندوش تحفظات؟ وعلى فكره بالمناسبه، عارف لو التحفظات دي تخص فريق من دوله اخرى بالظبط بيمشي الحال، ما بتقفش عندها كتير، بس في دول بعينها ما ينفعش، يعني ما ينفعش لمليون اعتبار والمليون سبب تاريخي عبر الزمان. فيعني هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال ان شاء الله تعدي المباراه على خير. وفي النهايه هي مباراه كره قدم بين فريقين لهم كامل الاحترام احنا عايزين كل الناس تستوعب كده يعني وان شاء الله الفوز اهلاوي